السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ناس مرحبا بكم معي في فيديو جديد بعد غياب. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. وكما شفتم العنوان اليوم غدوزوا معايا نهاري، وفي نفس الوقت تقدر تقولوا هذا الفيديو غندوي فيه بعفوية، غندوي فيه بهضرة خارجة من القلب، فتقدروا تعتبروها انتما كنصيحة أو لا، مهم نصيحة من أختكم الصغيرة ولا أختكم الكبيرة، المهم أنها تكون هضرة خارجة من القلب. كما كنعرفوا أنه أي واحد فينا عنده كما كنقولوا مشكل أو لا صعوبات أو لا كيمر من صعوبات أو لا مشاكل في الحياة دياله، اللي كتقدروا تقولوا كتعرق ليه الروتين ديالو ولا كتعرق ليه طبيعه حياته. المهم اللي بغيت نقول لكم انه الحياه راه ما سهلاش، في نفس الوقت سهله. ما سهلاش بسبب هادشي اللي قلت لكم، بسبب هاد الصعوبات اللي كنمروا منها، وسهله بالنسبه للناس اللي كياخذوا هاد الصعوبات كشيء ماشي جدي، يعني كياخذوا هاد الصعوبات بشكل غير جدي، انه شكل تافه. هادو هما اللي فاهمين كما كنقولوا الحياه بالصح، فاهمين ان الحياه يعني اي حاجه غيمروا فيها من صعوبات او من مشاكل في الحياه شيء تافه، فهادو كتكون عندهم الحياه سهله. ف كما كنعرفوا الاكتئاب شي حاجه اللي ماشي سهله، ما كندويش على داك الاكتئاب اللي كتكوني مثلا قاريه في الصباح في الاشياء ما عندك ما يدار، جالسه جاك الملل قلتي جاني اكتئاب ما كاين ما يدار، هادي تصعيط لك صاحبتك يلا نخرجوا هادي وكصافي كيمشي لك داك الاكتئاب. لا، هذا ماشي اكتئاب، هذا غير ملل. ملل انا كندوي على الاكتئاب ديال بصح، الاكتئاب اللي ما كتقدريش تحسي بالسعاده، يعني واخا شي حاجه اللي انتي كنتي كتحسي بها في السعاده بزاف فما بقاتش كتعني لك حتى شي حاجه، فهذا هو الاكتئاب ديال بصح. يعني الاكتئاب اللي كي ما كيبقاش عندك الشعور ديال السعاده، ما كيبقاش نهائيا. ف هاد المشكل ديال الاكتئاب اللي كيمروا منه بزاف ديال الناس كيبدل في الانسان بزاف ديال الحوايج، يعني واخا كتبرى منه واخا كتجاوزه الحمد لله، الا انه كيخلي واحد الاثر في الانسان. اكيد الاكتئاب شي حاجه اللي هي خايبه، ولكن في نفس الوقت انا كنشوفها فيه واحد الميزات صغيرين زوينين، انه كيحل لك عينيك على بزاف ديال الحوايج، كتشوف تقدر تقول كتشوف الحاجه على طبيعتها، تتشوف الحاجه قيمتها ديال بصح. مثلا واحد كيمر من الاكتئاب، عنده اكتئاب، كيشوف واحد هذاك اللي كيمر من الاكتئاب كيشوف دوك المشاكل ديال الناس الاخرين، كيشوفهم شي حاجه تافهه. مثلا وحده مسقطات، وحده ما جابتش في الامتحان مزيان، وحده عندها ستريس ديال الامتحانات، وحده ما سافرتش، وحده الصالير ديالها قليل، وحده عندها ستريس ديال الدراري والخدمه والدار، وحده عندها يعني كيشوف هاد المشاكل الصغيرين، ولا وحده باغا تشري شي حاجه ما لقاتش باش تشريها. مثلا هادو تقدر تقولوا كيبانوا ليه شي حاجه قليولين، شي حاجه صغيورين، شي حاجه اللي تافهين، شي وحده سرقوها، شي وحده هادشي كيبان ليه شي حاجه اللي تافهه، حيت كيقول هادشي كله غيتعوض، وهادشي كله من بعد يومين غيتنسى، ولا من بعد غيتعوض لك. تسرق لك التليفون غتشري غتبكي عليه، ولا غتمر من واحد الفترة اللي هي صغيرة، اللي ماشي تقدر ماشي صعيبة بزاف قد ما هي صعيبة في الاكتئاب، وغتشري واحد جديد وغتكمل حياتك. سقطتي غتعاود العام وغتنسى، يعني ما جبتيش مزيان في الامتحان غتجيب في الامتحان الجاي. كيشوف بهذا المنظور
ما تزاد لك في الصالير، هاد الشيء ماشي حاجه اللي تستاهل. ان يعني كيشوف صاحب الاكتئاب كيشوف بهذا المنظور، يعني فاش كيمر من هاد الفتره اللي صعيبه كيشوف هاد الشيء كله، او مشاكل الحياه كلها تافهه، كلها تافهه ما عندهاش معنى مقارنه بداك الشيء اللي كيدوز منه. هو انه تحرم من الشعور بالاحساس الراحه واحساس السعاده واحساس كيف قلت لكم ما كيستشعرش بديك الراحه بديك السعاده، كل شيء كيولي عنده باسل. فكي غنقول لكم يعني فهذا هو الاكتئاب ديال بصح، هذا هو الاكتئاب الحاد. فهي كتبقى واحد التجربه فاش كيمر منها الانسان، الحمد لله، وكيمر وكيبرى، كان كيف ما كنقول كيتشافى، سواء بالدواء، سواء كيف قلت لكم سواء بحوايج اخرين، ف كتبدل عنده النظره ديال الحياه يعني بشكل متصور، واش كيتبدل عنده النظره ديال كل شيء. يعني كيولي يشوف كيف ما قلت لكم في الاول كل حاجه على طبيعتها، كيولي كيشوف كل حاجه بقيمتها. يعني تقدر قبل ما كان يمر من ديك التجربه ديال الاكتئاب كان كيشوف واحد الحاجه قيمتها كبيره والصعوبه ديالها كبيره وهادي وهادي، ولكن من بعد ما مر من هاد التجربه كيولي يشوف ديك الحاجه التافهه، واحد الحاجه تافهه. يعني كيف قلت لكم كيشوف اي حاجه في بلاصتها، كيولي يحط اي حاجه في بلاصتها، واي حاجه كيعطيها قيمتها الحقيقيه. فهاد التجربه هي صعيبه، صعيبه بزاف. فلي غنقول اي واحد كيمر من هاد الاكتئاب، او لا اي واحد عنده شي مشكل سواء صغير ولا كبير، خصو يكون عندك طموح، خصو يكون عندك اليقين بالله، خصو يكون عندك ثقه في الله انه بعد العسر يسر. ديما ديروا في بالكم، ديروا في بالكم انه العسر بين يسرين. ديما ديروا هاد القضيه او هاد الهضره تفكروها في دماغكم، ان العسر ما بين يسرين. فاي تجربه مريتي منها او لا اي مشكل اي صعوبات اكيد غتعلم منه درس، غتعلم منه حوايج جداد، غيبينوك حوايج جداد على حقيقتهم، غيبينوك يقدروا يبينوك الناس على حقيقتهم. بحالي غتلقى الناس اللي بصح يستاهلوا تقول عليهم سند ديال بصح. فاي واحد كيف ما قلت لكم كيمر من هاد التجربه، كيف قلت لكم خليكم ديما قرابين من الله كيف ما كانت الحاله ديالكم. بغيتي ربي يسر لك ويفرج لك همك ويسر لك امرك وتحلل كاع المشاكل ويتحلوا كاع المشاكل ديالك وتوصل داكشي اللي بغيتي ويتحقق داكشي اللي في بالك، كون قريب من الله. بغيتي شي حاجه تساوي القرب من الله. هنا تحبس الهضره. من بعد كيجيو الحوايج اللي نقدروا نقولوا الثانويين. اعرف الاصدقاء اللي دير، اعرف مع من كما كنقولوا مع من تعاشر. تعاشر اولا نقولوا تكون مع ناس اللي نهار تحط عليهم يديك ما يميلوش، اولا نهار تحط عليهم كتفك ما يميلوش. زائد ما تخليش داكشي اللي كتحس بيه في قلبك بوحدك، لانه داك الكتمان الداخلي هو هذاك اللي كيزيد يمرض بنادم، يعني كيزيد يمرض ديال بصح. فحاول دائما انك تعاود تفضفض كما كنقولوا لشي شخص كترتاح ليه، لشي شخص كيفهمك. يعني خص يكون شخص كيفهمك وكترتاح ليه وكيعطيك داك الدعم المعنوي، حيت الدعم المعنوي في هذه الفتره بالضبط شيء يعني اكثر من الادويه، عنده واحد المفعول اكثر من الادويه. الدعم المعنوي ديك الهضره اللي كتحفزك وديك الهضره اللي كتعطيك واحد الطاقه راه اكثر من الدواء. فالانسان قبل ما يمر من الاكتئاب ولا يدخل في الاكتئاب يحاول ديما يتلاقى مع الناس اللي كيعطيه الطاقه الايجابيه، كيعطيه داك التحفيز، داك التحفيز اولا داك كيخف عليه داكشي اللي كيحس به. يعني
فاش كيدوي معاهم كيرتاح، فاش كدوي معاهم كترتاح. فهاد الناس غيساعدوك كيف قلت لك اكثر من الدواء، الدواء النفسي كما كنعرفوا الدواء النفسي، هاد الدعم المعنوي راه عنده واحد المفعول اكثر من الدواء. ف يعني هاد الحاجه ضروريه ضروريه للناس اللي كيمروا من الاكتئاب انهم يلقاو شي شخص اللي يعاونهم معنويا واللي يفهمهم. راه صعيب صعيب صراحه، صعيب واحد كيمر من الاكتئاب يلقى شخص يفهم ديك الهضره اللي كيقول. يقدر يلقى ناس يعني كيحاولوا يساندوه ولكن ما كيفهموش، ما كيفهموش شنو اللي كيمر بيه، حيت هما اكيد ما مرينش بالفتره ديال الاكتئاب، اكيد ما غيفهموش. ولكن فصعيب كيف ما قلت لكم، صعيب انك تلقى شخص يفهمك ديال بصح. تقدر تلقى اللي ساندك يعني هكا ولكن باش يفهمك، يفهم داكشي اللي كتحس بيه صعيب. فهادشي اللي غنقول لكم يعني، فحاولوا حاولوا انكم تعمروا الفراغ ديالكم، ما تخليوش الوقت الفراغ بزاف، ما تخليوش الوقت الفراغ اللي الافكار السلبيه لديك الطاقه السلبيه. فاش كيكون الوقت فارغ ما كاين ما يدير، فكتجي ديك الطاقه السلبيه، ديك الافكار السلبيه كيوليو يسيطروا على الانسان. فحاولوا انكم تعمروا الوقت ديالكم بشيء يفيدكم، القران، الصلاه، قراءه الكتب، ندير شي حاجه كتعجبني، ندير شي، نبدا غير شي مشروع صغير، نخرج نجمع مع العائله، بزاف د الحوايج كاين بزاف ما يدير. فكيف قلت لكم ما تخليوش الوقت الفارغ. حاجه اخرى انكم تكون عندكم هدف، يكون عندكم هدف. الحاجه واحده انه الانسان اللي كيمر من الاكتئاب ما كيبقاش عنده هدف، تقدر تسولو على الهدف ديالو ما يعرفش حتى من بعد ما يبرى، حتى من بعد ما يتشافى من الاكتئاب تقدر تقولو كيبقى واحد المده هو ما عارفش فين باغي يوصل، يعني واحد المده. فحاولوا انكم ديما ترسموا واحد الهدف قدامكم، حاولوا توصلوا ليه. كما قلت لكم اي حاجه بغيتوا تحققوها تساوي القرب من الله، كونوا قراب من الله. حاولوا مره مره ديروا قيام الليل، قراوا الاستغفار، الحوقله، يحاول انه يدعم ويتدعم. تكونوا فهمتوني، دعموا الناس، اي واحد لقيتوه انه محتاج للدعم المعنوي دعموه. راه تقدر تبان لكم شي حاجه اللي صغيره اللي ولا شي حاجه تافهه، ولكن هي راه عندها واحد القيمه كبيره وعندها واحد الدور ولا واحد المفعول كبير بزاف. فالدعم المعنوي نفعني بزاف بزاف، ولله الحمد نفعني بزاف. الدعم المعنوي كينفع بزاف اكثر من الدواء، فالحمد لله. وهذا ما كان البنات، فكنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني وتكونوا استفدتوا او لخديتوا نصيحه ولو اي شويه، ولو نصيحه تكون قد ما كانت صغيره وتكونوا استفدتوا. فان شاء الله فكنتمنى لكم، كنتمنى لكم رمضان مبارك كريم، وان شاء الله نتلاقاو في روتينات رمضانيه. إلى الفيديو القادم إن شاء الله وبحول الله. السلام عليكم.